ولمناقشة أبرز التطورات على الساحة الدولية تنضم إلينا من موسكو مراسلتنا مرام حمسي. صباح الخير مرام. صباح النور إسماعيل، أهلا بك وبجميع المشاهدين. مرام، فضلا عن الأخبار التي تناولناها في جولة اليوم في الشأن العالمي، بريطانيا تحذر من التدخل الروسي في انتخاباتها العامة، كيف تقرأ هذه التحذيرات؟ نعم، يعني هذه التحذيرات جاءت على لسان نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر داودن، الذي قال بأن هذه الانتخابات يمكن أن يتدخل بها الجانب الروسي، وأكد بأن أي انتخابات تواجه تهديدات خارجية وتدخل خارجي، وغالبا هذا مثلا ما سنراه في هذه الانتخابات البريطانية التي العامة التي يمكن أن نشهد فيها تدخلا روسيا. طبعا تصريحاته إسماعيل جاءت بعد تقرير لقناة تلفزيونية أسترالية ABC التي قالت أن هناك 5 صفحات على موقع التواصل فيسبوك تضم أكثر من 190 ألف حساب تقوم بدعم بعض الأحزاب وتنتقد أحزابا أخرى، تنتقد حزب العمال، حزب المحافظين، ولكنها تؤيد حزب الإصلاح بقيادة ناجيل فاراج. ناجيل فاراج دائما ما صرح بأن الحرب في أوكرانيا سببها الغرب، وهذا الأمر الذي يمكن ما يثير التخوفات في تدخل روسيا بالانتخابات العامة البريطانية. لكن أيضا بناء على ما قاله نائب رئيس الوزراء البريطاني أنه لا يربط أي صلة بين فاراج والحكومة الروسية، وتبقى هذه الأمور عبارة عن تكهنات، كون أن حزب الإصلاح بزعامة فاراج يقف إلى الجانب الروسي وضد نظام الهجرة أيضا في بريطانيا. طبعا هنا إسماعيل كان لريشي سوناك أيضا تحذيرات من أن حزب العمال يمكن أن يصل إلى القمة في هذه الانتخابات القادمة والتي ستجري في 4 يوليو تموز، أي بعد 4 أيام. وأكد طبعا هذه الآراء حسب استطلاعات الرأي التي تؤكد تفوق حزب العمال على حزب المحافظين الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة ريشي سوناك. وقال ريشي سوناك بهذا الخصوص أنه لا يريد أن يكون حزب العمال هو القائد والذي يشكل الحكومة البريطانية، لأنه لا وذلك لإنقاذ البلد من أن تكون أموال الشعب والحدود والأمن يقع تحت عاتق أيدي حكومة عمالية حسب وصفه. وبالتالي أيضا في بريطانيا هناك تنافس كبير في الأحزاب، ولكن استطلاعات الرأي تشير إلى تفوق حزب العمال على حزب المحافظين، ويبقى التخوف من التدخل الروسي في هذه الانتخابات. وكما نعلم أنه في كل الدول الغربية هناك دائما ما توجه هذه الاتهامات إلى روسيا في التدخل، سواء في الانتخابات الأمريكية، الانتخابات الفرنسية والبريطانية أيضا اليوم الذي تحذر منه الحكومة البريطانية. سننتظر ما يمكن أن يجري في 4 يوليو ضمن هذه الانتخابات العامة المقررة في المملكة المتحدة. تفضل إسماعيل. طيب مرام، لو انتقلنا إلى الحدث الأبرز اليوم عالميا هو الانتخابات التشريعية في فرنسا، اليمين المتطرف يتصدر استطلاعات الرأي بعد الجولة الأولى من الانتخابات، ماذا تحدثيننا عن هذه الانتخابات؟ نعم، يعني شهدت فرنسا يوم أمس الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بقرار طبعا من الرئيس ماكرون. هذه الجولة بدأت في 6 صباحا بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش حتى 6 مساء في المدن الكبرى، وشهدت أيضا حسب التقديرات تفوق للحزب التجمع الوطني اليميني. وطبعا حتى الآن إسماعيل لا يمكن التنبؤ من يمكن أن يفوز في هذه الانتخابات سوى لانتظار نتائج الجولة الثانية، ولكن حسب استطلاعات الرأي أو النتائج الأولية للجولة الأولى، حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف حاز على 34% من الأصوات، يليه مباشرة حزب اليسار الجبهة الشعبية الجديدة بنسبة 28%.
إضافة إلى المركز الثالث وهو معسكر إيمانويل ماكرون بنسبة 20%، وبالتالي هناك فارق كبير بين الحزب اليميني المتطرف وحزب إيمانويل ماكرون، وهذا الأمر دعا الرئيس الفرنسي إلى إنشاء تحالف ديمقراطي جمهوري لمواجهة تقدم اليمين المتطرف، وأكد بأنه سيتم تشكيل هذه الحكومة إذا كانت على أيدي اليمين المتطرف، فهذا سيهدد أمن البلاد، ولذلك جاءت هذه الدعوات من ماكرون. لكن بطبيعة الأحوال إسماعيل، في حال تشكيل حكومة يمينية متطرفة فستكون الأولى في طبعا وصول اليمين المتطرف إلى الحكم البرلماني منذ الحرب العالمية الثانية، وهذا الأمر لم يحصل قبل ذلك. وبطبيعة الأحوال الجولة الثانية ربما ستكون منحصرة بهذه الأحزاب الثلاث، كون أنها حازت على نسبة أكثر من 12%، إنما الأحزاب الأخرى هي أقل من هذه النسبة، وبالتالي لا يحق لها الترشح إلى الجولة الثانية التي ستكون في 7 يوليو، والتي ستحدد عدد المقاعد البرلمانية لكل حزب. من المتوقع أن يحصل حزب التجمع الوطني بقيادة جوردن بارديلا بحوالي أكثر من 265 مقعدا من أصل 577 مقعدا في البرلمان، وبالتالي سيكون اليمين المتطرف هو القائد البرلماني في الانتخابات التي ستجري أو التي ستكون جولتها الثانية في 7 يوليو. أعود إليك إسماعيل. مرام، إلى موضوع آخر، إلى كوريا الشمالية. بيونغ يانغ تندد بمناورات نفذتها واشنطن وسيول وطوكيو، ما تفاصيل هذه المناورات؟ نعم بالفعل، يعني أولا هذه المناورات العسكرية باشتراك كل من الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية واليابان، بدأت في يوم الخميس تحت مسمى حافة الحرية، وهدفها كان تعزيز الدفاعات الجوية والبحرية. قامت هذه المناورات جاءت بمشاركة عدد كبير من المدمرات البحرية، أيضا حاملة الطائرات الأمريكية التي ربما كانت هي الأكثر خطرا بالنسبة لكوريا الشمالية، كذلك لأنها تعمل بالطاقة النووية طبعا إسماعيل، إضافة إلى طائرات حربية قدمتها كوريا الجنوبية في هذه المناورات العسكرية المشتركة التي استمرت على مدار 3 أيام حتى يوم أمس الأحد. بناء على هذه المناورات خرج بيان من وزارة الخارجية الكورية الشمالية قالت فيه أنها تدين بشدة الاستفزازات العسكرية التي تقوم بها الدول الثلاث، وأضافت أن العلاقات بين واشنطن وطوكيو وسيول أشبه بحلف ناتو آسيوي كما وصفته، وأيضا قالت بأن هذه المناورات سيكون لها عواقب وخيمة، وأنها لن تتجاهل الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة ومؤيدوها لتعزيز الكتلة العسكرية الآسيوية. جاء بناء على ذلك طبعا إسماعيل كما تحدثت في أحد الصحف أنه أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين ردا على هذه المناورات. تفضل إسماعيل. طيب، ولكن يعني رد سيول على اتهامات كوريا الشمالية؟ نعم بالفعل، يعني سيول نفت بشكل كامل هذه الاتهامات ووصفتها بالسخيفة، وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ببيان أيضا مقابل لبيان وزارة الخارجية الكورية الشمالية بأنه من السخيف أن تنتقد كوريا الشمالية هذه المناورات وهي من تسبب التوترات في شبه الجزيرة الكورية، وأن هذه التدريبات هي تدريبات دورية تقام منذ سنوات بين الدول الثلاث، وتم الاتفاق عليها العام الماضي أثناء اجتماع كامب ديفيد الذي تم توقيع فيه اتفاقيات تعاون عسكري مشترك بين الدول الثلاث، وأنها لا تهدد أي أحد، إنما هي تعمل على تعزيز الدفاعات ضد أي مخاطر قد تواجه
كوريا الجنوبية، ويقف من خلفها طبعا حلفائها الولايات المتحدة واليابان، وبالتالي تبقى هذه التوترات قائمة ليس فقط على خلفية المناورات العسكرية إسماعيل، إنما أيضا هذه التوترات شهدناها في العلاقات الدبلوماسية بإغلاق جميع المراكز التي تعمل على الحوار بين الجانبين الكوري الشمالي والجنوبي. أيضا هناك أزمة المناطيد التي شهدناها الشهر الماضي بمناطيد النفايات التي ألقتها بيونغ يانغ على سيول، وسيول ردت على هذه المناطيد بأنها ستسبب أزمة كبيرة، لكن بيونغ يانغ أيضا قالت بأن هذه مناطيد النفايات هي ردا على ما تقوم بنشره كوريا الجنوبية ضد النظام السلطة في بيونغ يانغ. وبالتالي هذه التوترات ليست بالجديدة، ولكن دخول الحلفاء الولايات المتحدة واليابان إلى خط المناورات العسكرية، وأيضا اشتراك روسيا مع بيونغ يانغ بمعاهدات واتفاقيات عسكرية، هي ما يجعل الوضع في شبه الجزيرة الكورية وضعا دوليا متفاقما، قد يكون مركز لنزاع جديد دولي بين كل هذه الأطراف المعنية بالموضوع. تفضل إسماعيل، أعود إليك. من موسكو مراسلتنا مرام حمسي، جزيل الشكر على هذه المداخلة.